الحنبوري اللي محتجز لسه في اعتقال اداري، وفي اعتقال اداري تتجسد سياسات اسرائيل، علم سياسات اسرائيليه اللي متمرن اليوم بده يتطرق لها. معانا في المتحدثين سياده المطران مطلع حنا، رئيس ساقطه سباستيا الاورثوذكس، اللي راح يحكي لنا على دور المجتمع الدولي بخصوص الكنائس في المناصره على حقوق الانسان والدفاع عن القدس. ومعانا دكتور منير نسيبي، مدير مركز العمل المجتمع المحاضر بجامعه القدس، اللي بده يحكي لنا على سهم الاستثمارات العقاريه في القدس. ومعانا صحابي فرانسيس، المدير التنفيذي للمؤسسه الضمير، اللي بده يحكي لنا عن الانتقال الاداري وحيثيات واهم حيثيات الفلسطيني من هويته وانتمائه العربي الفلسطيني. وما يحدث مع الأخ صلاح الحموري، أنا أود أن أحيي أسرته الكريمة، والده ووالدته. قضية الأخ صلاح هي ليست فقط قضيتكم كعائلة، هي قضيتنا جميعا، لأن استهداف صلاح هو استهداف لنا جميعا. وإذا ما نشح المخطط الاحتلالي مع صلاح لربما قد ينجح بعد إذن مع غيره، وبالتالي نحن نتضامن مع صلاح ونقف مع صلاح العنبوري الحنبوري المناضل والشخصية والشاب الفلسطيني المحترم، نتضامن معه لأننا نعتبر قضيته أنها قضيتنا جميعا. وبالتالي لكي لا أخوض في تفاصيل سوف يتطرق لها الإخوة الآخرين،
نحن من واجبنا نتواصل مع كل المرجعيات ومع كل الأصدقاء الموجودين في الخارج. كل أصدقائنا في الخارج نحن تواصلنا وما زلنا نتواصل معهم حول موضوع المناضل صلاح الحموري وغيره أيضا. هذه الظاهرة، هذه المعاناة يتعرض لها عدد لا بأس به من المقدسيين. أرسلنا رسائل للكنائس. نحن حقيقة كفلسطينيين لا يجوز أن يبقى الحديث عن هواجسنا ومعاناتنا مقصوراً فيما بيننا. يجب أن نخاطب العالم، يجب أن ننطلق إلى العالم، يجب أن نخاطب المرجعيات الروحية في العالم. نحن يوم الجمعة مثلاً عندنا مؤتمر دولي في بيت لحم، سيكون عندنا العشرات من المشاركين في هذا المؤتمر من ممثلي كنائس ومؤسسات حقوقية من مختلف أرجاء العالم، مؤتمر كايروس فلسطين الدولي السنوي، وسوف نتطرق إلى هذا الموضوع. وقمنا بإرسال رسالة إلى عدد من القيادات الدينية المسيحية في العالم. أوضحنا لهم إذا ما أردتم أن تحافظوا على القدس وعلى مقدساتها يجب أن تحافظوا أيضاً على البشر. ما قيمة المقدسات؟ ما قيمة الحجر بدون البشر؟ الاحتلال يستهدف الحجر ويستهدف البشر، ونحن بدورنا مطالبون أن نحافظ على البشر، لأن البشر هو الذي يحافظ على المقدسات وعلى التاريخ وعلى الهوية العربية للمدينة المقدسة. هنالك تضامن، طلب مني أن أنقل التحية خاصة للعائلة الكريمة، حقيقة من أكثر من مرجعية دينية مسيحية في العالم، في ألمانيا، في فرنسا، في أمريكا، في البرازيل إلى آخره. الكل متضامن والكل متعاطف مع هذه القضية، وأنا أتمنى من هؤلاء أن يستمروا في ضغطهم حتى يعود الأخ صلاح إلى كنف عائلته وأن يبقى في القدس. بدنا إياه في القدس مش في محل تاني. القدس هي بيته، القدس هي مدينته، القدس هي عائلته، وليس مقبولا أن يتم نقله أو ترحيله أو إجباره على الرحيل إلى أي مكان في هذا العالم، لا مع صلاح ولا مع غير صلاح. إحنا في القدس وسنبقى في القدس وسنبقى متمسكين بانتمائنا للقدس وهويتها الحضارية والوطنية. شكرا لكم ويعطيكم العافية. شكرا جزيلا الضيف التالي تبعنا، المتكلم التالي تبعنا الدكتور منير السيبي، اللي بده يحكي لنا على واحدة من الجزئيات اللي تبرز في الملف تبع صلاح الحموري، وليس صاحب الاقامات، صاحب الاقامات العقابي اللي تم الحديث عنه سابقا، تم التحذير على شو بخط المستقبل بناء على الشغلات اللي صارت في الماضي. فمنير حياتي لكم جميعا، وجزيل الشكر لكل من لبى هذه الدعوة بالحضور وبالتغطية، لأن موضوع هذا المؤتمر الصحفي مهم جدا، ليس فقط لأسيرنا المناضل صلاح الحموري، ولكن لكل مقدسية ومقدسي في هذه البلاد وكل فلسطيني بطبيعة الحال. سأتحدث بإيجاز وسرعة عن ما نسميه هندسة الوضعية القانونية، وكيف هذه الهندسة تتطور بشكل مستمر بحيث تؤثر على أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين بالضبط. كما تعلمون، عندما احتل الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة القدس عام 1967، اعتبر الفلسطينيين المقيمين في هذه المدينة، المواطنين الفلسطينيين في هذه المدينة، اعتبرهم مقيمين فقط، أعطاهم وضعية إقامة فقط. ومنذ ذلك الحين استمر الاحتلال الإسرائيلي بطرق وأساليب مختلفة تسمح له بأن يلغي هذه الإقامة و
وهي سياسة عرفت بسحب الهويات شعبيا بأن يلغي الإقامة من هؤلاء المقدسيين بحجج مختلفة. ففي الفترة الأولى في السبعينات والثمانينات كان الحجة التي تستخدمها وزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس لإلغاء إقامة المقدسي هي إذا خرج المقدسي من مدينة القدس لمدة سبع من فلسطين كلها لمدة 7 سنوات أو أكثر ولم يقطع هذا الخروج بزيارة واحدة، أو إذا حصل على إقامة دائمة خارج البلاد، أو إذا حصل على جنسية خارج البلاد. ومع دخول عملية ما يسمى بالسلام أوسلو سرع الاحتلال الإسرائيلي من تهجير الفلسطينيين في مدينة القدس، وأضاف معيارا جديدا يسمى بمعيار مركز الحياة، الذي من خلاله استطاع الاحتلال الإسرائيلي أن يلغي عددا كبيرا وبسرعة أكبر إقامات من المقدسين وأن يسحب هوياتهم. ومن خلال هذا المعيار أصبح على المقدسي أن يثبت ليس أنه فقط موجود في فلسطين، أو أنه يثبت أنه موجود داخل المنطقة التي تعتبرها دولة الاحتلال جزء من سيادتها. وبالتالي إذا كان الفلسطيني موجودا مثلا في الرام أو رام الله أو قطاع غزة أو أي مكان في الضفة الغربية أصبحت إقامته مهددة بالإلغاء. وبطبيعة الحال كل فلسطيني تلغى إقامته لا يستطيع أيضا أن يقدم لتسجيل أبنائه وبناته المقيمين، وبالتالي الأثر متسلسل أبعد من المقدسيين نفسهم أو الحاصلين على صفة الإقامة نفسهم. ثم في العام 2006 النواب في المحكمة العليا الإسرائيلية، وكانت أطول قضية في المحكمة العليا من حيث الوقت بعد 11 عاما، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه صحيح لا يوجد في القانون الإسرائيلي في ذلك الوقت ما يسوغ لوزير الداخلية أن يلغي إقامة مقدسي بناء على هذا الادعاء الذي يسمى الفضفاض، الذي يسمى بعدم الولاء أو خرق الولاء لدولة إسرائيل، ولكنه في نفس الوقت قرر أن يبقي على هذه الإقامات ملغية لفترة يسمح من خلالها لوزارة الداخلية وللحكومة الإسرائيلية أن تشرع من خلال الكنيسة الإسرائيلية قانونا جديدا يسمح بإلغاء الإقامات بناء على خرق الولاء لدولة إسرائيل. وفعلا في العام 2018 صدر هذا القانون الذي أعطى لخرق الولاء تعريفا واسعا فضفاضا جدا، يشمل فيما يشمل كل ما يتعلق بالإرهاب. وأعتقد جميعنا نعلم أن تعريف الإسرائيلي لكلمة الإرهاب هو تعريف واسع جدا يشمل الانتماء لحركات سياسية، مثلا جميع الحركات السياسية الفلسطينية تعتبر إرهابية حسب التصنيف الإسرائيلي، العمل في الحركات الطلابية التي تنظم العمل النقابي مثلا في الجامعات، العمل النقابي أيضا خارج الجامعات وكل ما هو منظم. والآن كما تعلمون مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الرائدة، منها مؤسسة الضمير ومنها مؤسسة الحق ومؤسسات أخرى، صنفت على أنها مؤسسات إرهابية في القانون الإسلامي. بالتالي هذا التعريف الفضفاض يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلي من خلاله أن يتهم أي شخص بالإرهاب بدون أن يذهب هذا الشخص بالضرورة لإجراءات جنائية، بدون أن يعرض على محكمة جنائية وتقدم ضده دلائل أو ما إلى ذلك، وأن يقرر إلغاء إقامته باستخدام هذا التعريف الفضفاض. فعلا كان هذا هو التعريف الذي استخدم ضد المحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان الذي يعمل في المؤسسة الرائدة مؤسسة الضمير الذي يدافع عن الأسرى الفلسطينيين، استخدم هذا البند ضده لإلغاء إقامته، وهو واحد من عدد من الفلسطينيين المقدسيين الآن الذين ألغيت إقامتهم بدعوى عدم الولاء لدولة إسرائيل. طبعا في مركز العمل المجتمعي نحن أيضا نعمل به ونوثق أنواع أخرى من الاستخدامات الأمنية المريضة
للوضعية القانونية. فمثلاً ألغيت إقامة شخص لأن خال زوجته قام بعملية إقامته في لم الشمل، إقامة لم الشمل، لأن خال زوجته زوجته اتهم بعملية دهس في مدينة القدس، ونحن نمثل هذا الشخص الآن ونخشى من سابقة قضائية تسمح بهذا النوع من الإلغاء للم شمل كان قد أعطي له لفترة سابقة لأمر لم يكن هو له علاقة مباشرة به. إذن ما سأختم حديثي به هو أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يميل دائما إلى اليمين وما بعد اليمين كما نلاحظ اليوم يسعى إلى تهجيرنا كما سعى منذ النكبة حتى اليوم، ويستخدم قوانينه وإجراءاته من أجل إلغاء الإقامات والطرد، ونخشى إذا لم نعلي صوتنا ولم نستخدم الإجراءات الدولية ونأتي بالضغط أن الكثير من المقدسيين سيطردون من مدينتهم بالقوة، بقوة القانون المريض وبقوة السلاح المريض. وشكرا لكم. شكرا دكتور منير. بدأنا نتكلم عن ثلاثين صحر فرانسيس مدير التنفيذي لمؤسسة الضمير وأنا المحامي المدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحموري بيشتغل. قدم لنا عن الأشغال الإدارية والحيثيات أهم حيثيات المؤلف. شكرا للجميع على الحضور. لماذا صلاح حموري؟ طبعا عدا عن كون الزميل صلاح حموري محامي ومدافع عن حقوق الانسان ومعتقل الاداري حاليا، ولكن قضيه صلاح حموري بما تحويه من اشكاليات قانونيه وسياسات مورست لعده سنوات بحق الزميل صلاح هي قضيه جدا جوهرية تتيح تسليط الضوء على كافة هذه السياسات أو العقوبات الجماعية أو جرائم الحرب التي تستخدمها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مدينة القدس وأيضا في مناطق أخرى من الأرض المحتلة. طبعا حاليا هناك 800 معتقل إداري في سجون الاحتلال، منهم أطفال، أكثر من 4 أطفال رهن الاعتقال الإداري، 3 أسيرات معتقلات إدارياً، و3 نواب من المجلس التشريعي، والعديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كما الزميل صلاح. وكلنا نعلم أن المعتقلين الإداريين بدأوا هذا العام بحملة مقاطعة لإجراءات المحاكم العسكرية شارك فيها الزميل صلاح بعد اعتقاله في شهر آذار من هذا العام، وأيضاً الإضراب عن الطعام إن كان الإضراب الفردي أو الإضراب الجماعي، وبسبب الإضراب تم عزل الزميل صلاح في سجن هدرين وهو المعتقل الإداري الوحيد المحتجز حالياً في هذا السجن، لأنه عادةً لا يتم اعتقال أو احتجاز المعتقلين الإداريين في سجن هدرين. ولكن قبل سحب هوية صلاح وقبل اعتقاله الإداري الحالي الزميل صلاح تعرض للعديد من أشكال الملاحقة بل الاضطهاد، والاضطهاد طبعاً هو جريمة حرب تندرج ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية. الأسير صلاح هو أسير محرر تم إطلاق سراحه في العام 2011، ولكن منذ العام بعد قضاء محكوميته، ولكن من العام 2011 صلاح يتعرض إما للإبعاد عن مدينة القدس أو لأوامر المنع لدخول الأرض المحتلة الضفة الغربية وباقي المناطق، وإما لمنع سفر خارج البلاد. طردت زوجة الزميل صلاح منذ عدة أعوام ومنعت من الدخول. أطفال الزميل صلاح أجبروا على الولادة في فرنسا ولا يتاح لهم زيارة صلاح حالياً. صلاح معتقل ولا يستطيع أن يتواصل مع عائلته المقيمة في فرنسا. وكان جل هذه السياسات الإعلان عن نية ما
وزارة الداخلية سحب هوية الزميل صلاح، ولكن قبل اتخاذ القرار بشكل نهائي وحين اكتشفنا كمؤسسات أنه يتم استخدام نظام التجسس بيجاسوس بحق الزميل صلاح وبحق زميلنا من مؤسسة الحق، وقبل الإعلان عن هذه الخروقات قامت دولة الاحتلال بالإعلان عن المؤسسات الفلسطينية الستة كمؤسسات إرهابية، وأيضاً هذا للتغطية على الجريمة التي مورست بحق زملائنا من هذه المؤسسات بالتجسس. وبعد شهر من الإعلان عن المؤسسات كمؤسسات إرهابية قامت وزيرة الداخلية بسحب هوية الزميل صلاح، وطبعاً بسبب كون الزميل صلاح يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية تستطيع دولة الاحتلال عملياً طرده بشكل مباشر، ولن يكون هناك سؤال أن الزميل صلاح كما الفلسطينيين الآخرين الذين يواجهون نفس السياسي العقوبة بسحب الهوية على عدم الولاء أو بإدعاء عدم الولاء، الذين لم يتم طردهم لأنهم سيصبحون بدون هوية عملياً إذا ما قامت دولة الاحتلال بسحب الهوية. الزميل صلاح طبعاً رفض الامتثال لهذا الأمر وبقي مقيم في مدينته، ولهذا تم اعتقاله. المحكمة حددت في النظر في موضوع هوية الزميل صلاح لعام قادم، هي عملياً محددة لشهر شباط القادم، وحتى يتم ضمان أن صلاح موجود تحت سيطرة قوات الاحتلال تم اعتقال الزميل صلاح، ومن حينه يتم تمديد اعتقاله الإداري كل 3 شهور. لو فعلاً هناك مواد سرية حقيقية تشير إلى خطورة، لماذا يتم إصدار أمر فقط لمدة 3 شهور وليس لمدة 6 شهور، خاصة وأنه تم التعامل مع الزميل صلاح على أنه مواطن من الأرض ليس مقدسة، لأنه حسب القانون إصدار أمر اعتقال إداري بموجب القانون الإسرائيلي بحق مقدسي يجب أن يصدر من وزير الأمن، وهكذا كانت الأوامر التي صدرت بحق الزميل صلاح سابقا، ولكن بعد سحب هوية الزميل صلاح يتم التعامل معه على أنه مواطن من الضفة الغربية، والقائد العسكري هو محاط بإصدار أمر الاعتقال الإداري، ويتم مراجعة الأمر وكافة الإجراءات أمام المحاكم العسكرية. فإذا هنا دولة الاحتلال تريد أيضا توظيف الأوامر والقوانين بما يتيح لدولة الاحتلال ممارسة السيادة بشكل كامل عملياً. هذا قول قانوني أن نحن أصحاب السيادة في القدس وأيضاً في الضفة الغربية، وبالتالي موضوع صلاح هو موضوع جداً مهم لتوظيف قضية الزميل صلاح في تسليط الضوء على سياسات الاعتقال الإداري، الاعتقال الذي يعتبر بموجب القانون الدولي اعتقال تعسفي. العديد من الجهات الدولية أقرت أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارس سلطات الاحتلال هو اعتقال تعسفي، وبالتالي هو جريمة حرب بحد ذاته. مطالبة المقدسيين بالولاء لدولة الاحتلال يكون محميين بموجب القانون الدولي هو أيضاً مخالفة للقانون الدولي. الطرد وسحب الهوية من المقدسيين هو أيضاً يندرج بإطار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، وبالتالي وأيضاً يجب التأكيد أنه كله مبني على الملف السري. في كلا الحالتين، في سحب الهوية وأيضاً في الاعتقال الإداري، يجب يتم الادعاء أن هناك مواد سرية، بمعنى أنه حتى في كلا الإجراءين الاعتقال الإداري أو سحب الهوية لن يكون هناك أي فرصة للزميل صلاح بإثبات براءته أو بمحاولة الدفاع بشكل قانوني عن هويته أو عن عدم اعتقاله باعتقال إداري، فلا توجد أيضاً إجراءات تقاضي عادلة، وهذه بحد ذاتها أيضاً مخالفة للقانون الدولي. لهذا قضية صلاح هي قضية جوهرية، يجب أن نساند صلاح ويجب أن نطالب الدول بالتحرك وأخذ مسؤوليتها، خاصة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف عليها مسؤوليات بإلزام دولة الاحتلال بإنهاء هذه الجرائم وتحمل تبعات هذه الجرائم. وأعتقد أنه حان الوقت لفرض العقوبات، لأنه واضح أن
انه 70 عام واكثر دوله الاحتلال لا نيه لديها باحترام القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي ولا مفر من استخدام العقوبات بحق هذه الدوله لإلزامها. شكرا.